بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بجميع الحضور، مرحبا بمتابعينا على صفحات الصفحة الرسمية وصفحات المواقع الاجتماعية، مرحبا بالناس تسمع فينا، مرحبا بمشاهدينا على القنوات التلفزية بمختلف مصادرها. إذن هذه الندوة الثانية في خلال شهر، ندوة حزب ائتلاف الكرامة اللي إن شاء الله تكون دورية بمعدل كل 45 يوم، نعطيكم إن شاء الله الجديد. الجديد هو ديما براتيكمون في نفس المحاور. جديد قضيت ثلاثة قضايا اللي ضد قيادي ائتلاف الكرامة: قضية المطار، قضية المحكمة العسكرية، وقضية وكيل الجمهورية تاع سيدي بوزيد. هذه بالنسبة للمحاكمات اللي تعرض لها ائتلاف الكرامة مع الأسف. ثم نأتي على آخر المستجدات السياسية، وهو الأمر اللي صدر الأخراني والإجراءات والقرارات اللي خذها رئيس الجمهورية متاع 13 ديسمبر. يقدم هنا سي منذر بن عطية، يعلق عليها ويعطي رأي الحزب فيها. ثم نقطة ثالثة باش تكون هي حوصلة لأعمال لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ومساهمة نواب ائتلاف الكرامة في اللجنة هذه، ويتدخل معنا أخونا زياد الهاشمي من بلجيكيا حتى يعطينا مساهمته في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي اللي صار في نوفمبر في مدريد. دونك ناخذوه ان شاء الله بسكايب، وبعد يكون عندنا تعليق حول مسار في 13 في 17 ديسمبر في شارح بورقيبة، ومساهمة ائتلاف الكرامة في هالحراك هذايا ضمن مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية والاعتصام، وممكن معناها ضرب الجوع اللي باش ندخلوا فيه. وأخيرا نختم بسيدة حليمة الهمامي اللي باش تعلق كإعلامية على التسريبات الأخيرة حول التخابر مع جهات أجنبية. دونك ننطلق على بركة الله. نبدأ بخونا حبيب السيد. متفضل سي حبيب، خليك البقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير الناس كل. بداية ترحابي بكل السادة الإعلاميين والإعلاميات، شرفتونا بحضوركم. ترحابي بالزملاء النواب ائتلاف الكرامة، ترحابي بالإطار الإداري لائتلاف الكرامة، ترحابي بكل السادة المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات اللي مش فقط أنصار الائتلاف، ولكن زاد ترحابي بخصوم ائتلاف الكرامة الحريصين بمتابعة كل أخبار الائتلاف بعد 25 جويلية 2021. كرجال قانون وكمحامين وكلسان دفاع، ما نجم إلا نحيي ونقبل الأستاذ سيف الدين مخلوف على جبينه وراء زنزانته، لأن نحن اليوم في بيرو الأستاذ سيف الدين مخلوف، في غياب سيف الدين مخلوف. علاش؟ هل أنه هو رئيس عصابة تهرب ضريبي؟ هل أنه قاطع طريق؟ هل أنه ناهب للثروات؟ هل أنه جلاد الشعب التونسي؟ لا، سيف الدين مخلوف مش هذا الكل. اللي تشهد عليه الجدران هذه الكل، ويشهد عليه مكتبه اللي بقي بدونه، ولكن المؤكد
أنه انضافة سيف الدين حاضرة، وأنه حق سيف الدين حاضر اليوم، فأنا نوجه له كل التحايا، لأن تحايا القلوب تصل طبعا. تحية الثانية للمربي الشاب نضال سعودي، نضال سعودي اللي تقريب أهل جندوبة الكل وأهل تونس ما فماش حتى من خصومه شكون يشهد بسوء أخلاقه أو حتى كلمة بذيئة قالها. نحييه وراء زنزانته في سجن المرناقية في الوقت اللي أكبر مهربي المخدرات، مهربي سلاح، وقطاع طرق وناهب الثروات، وقاتلي الشعب التونسي ينعمون بالحرية ويقيمون الحملات الانتخابية قبل أوانها. برشا إحساس وبرشا مشاعر وبرشا قهر وبرشا غصة. أكثر ناس يحسوا بها هم رجال القانون، هم المحامين، والسيد أحمد بلغيث يعرف ذايا، لأننا نزورهم كل أسبوع مرتين ثلاث مرات وبقين عايشين معهم. وقت تشوف إنسان مظلوم في السجن ويحكي لك وعيونه تحكي لك، ما تنجم إلا تكون تتألم، مش على واقعهم هم، لا، لأنهم هم جو نهار بحاولوا يخرجوا، تتألم على واقع تونس وعلى شعب تونس اللي صار يصفق للظلم. وهذا أكبر خراب يهدد الشعوب. قد نختلف معك، قد نكرهك سياسيا، حلو كالعسل المنطقي، لكن أني نرضى لك الظلم، فهذا تصير في عيشه في أزمة أخلاقية مزمنة. ملفات القضائية لنضال سعودي وسيف الدين مخلوف ومحمد العفاس اللي مبوسوا من جبينه، وليسي ماهر زيد ولحمد بن عياد ولكل الملاحقين، وكأن المحاكم لم تخلق إلا لنواب ائتلاف الكرام. باش نعطي ملحوظة شكلية، الناس كل تعرف أن اليوم تقريب بالزوز الوحيدين المسجونين في تونس بعد 25 جويلية هما سيف الدين ونضال سعودي، رغم كثرة رجال الأعمال الفاسدين، رغم كثرة رجال السياسة الفاسدين، رغم كثرة الكناترية، رغم كثرة السمسارة، رغم كثرة النهبين والجلادين والمرتشين، لا، فما سيف الدين مخلوف ونضال سعودي فقط في السجن. أمس كانت آخر زيارة لنضال سعودي، اسألني سؤال بمزحة ولكن برشا ألم، قال لي أستاذ بربي حاب نسألك، تحققت التنمية لتونس ولا والبطالة نقصت ولا والفساد نقص ولا والعدالة الاجتماعية صارت موجودة في تونس ولا؟ قلت له علاش اسأل فيها؟ قال لي يا اخويا ما شاء الله، مادام كان نضال سعودي وسيف الدين مخلوف في الحبس، ماشي في بالنا كي شدونا خلي تونس تتصلح ومثالش نضحوا برواحنا. السؤال راهو فيه سخرية لكن سؤال مؤلم، خاصة وأنه كل من تم افتتاحه تتبعا ضده قانوني أو قضائي تم تسريحه وتم تبرئته. والمبدأ القانوني العام اللي تعرفناه، كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ونواب ائتلاف الكرامة فهم مدانون حتى تثبت براءتهم، بل حتى وإن ثبتت براءتهم. ثلاث ملفات قضائية بالنسبة للأستاذ سيف الدين مخلوف: ملف المطار، ملف قاضي التحقيق العسكري أو الكولوار نسميه، وملف مدرسة الرقاب. إيش صار فيهم؟ باش نقسم إلى زوج أجزاء باش نتعرض الجزء وجزء يواصله أستاذي وصديقي العزيز السيد الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة حاليا ومؤقتا إلى حين عودة الأستاذ سيف الدين مخلوف الأستاذ أحمد بلغيث. الملف الأول هو ملف المطار. كما تعرفوا تمت جلسة تعقيبية رأت فيها محكمة التعقيب أنه يمكن محاسبة أو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهذا راه لا يتعلق بسيف الدين ونضال فقط، هذا قرار تاريخي سيشرع لعسكرة القضاء وللتشريع وللتطبيع مع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. رجع الملف من محكمة التعقيب إلى مصدره المحكمة العسكرية بتونس ليختم قاضي التحقيق العسكري
قراره الذي ننتظره إلى اليوم، يعني إلى اليوم في ملف المطار. قاضي التحقيق العسكري لم يختم البحث في ملف المطار، ونخشى ما نخشه، والخشية قد تبلغ اليقين أحيانا، أن يتم التطويع وتطويل الإجراءات هاوكا بزيد نهار في الحبس، لأنه بمجرد صدور قرار ختم البحث باش نبدو نتحدثوا بعد على دائرة جناحية كان رأى أن فيها جناح، أو دائرة جنائية إن بقيت تهمة التآمر على أمن الدولة وتحريض المواطنين على الاقتتال. هذا الكل وقتاش؟ وقت المشاول المطار. إذن ملف المطار ما زال ما تمش ختم البحث فيه، ونحن في انتظار هذا. ما نجمش نفوت ملف المطار بدون أن أتعرض إلى الإرهاب الإجرائي الذي صدر في الملف. إرهاب ما نجمش نحكي لكم عليه، لأنه تقني جدا ما يفهموه كان رجال القانون. ويقول سيف الدين مخلوف في 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 قبل من كان يترافع على برشا ناس متشمت فيه اليوم، يقول ولا تعرف أنهم في لحن الإجراءات، يعني حتى في الإجراءات راك تعرف الظلم، أسكو قضية عادلة ولا قضية ظالمة. الملف الثاني هو ملف بين ظفرين الكولوار، مشى سيف الدين مخلوف في حالة سراح، فتم تلفيق ملف يتعلق ب وش بد على الكونغرس، وش بد على جهة أجنبية، وش بد على الكلام سمعناه، يعني ما فهمنا حد شيء. تم فتح ملف وبحث تحقيقي ضده، وتم ختم قرار، تم صدور قرار ختم البحث فيه، وأحيل على الدائرة الجناحية اللي مشى إن شاء الله لنهار 20 جان في 2022 جلسة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس اللي هو في حالة سراح. وقتها سيد رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية ما ترفعناش وطلبنا التأخير كلسان دفاع، وكان يحق لنا أن نقدم مطلبا شكليا في الإفراج عليه. وقتها سيف الدين كان في وضعيتين، تحت مفعول بطاقة إيداع في ملف المطار، وفي حالة سراح بحكم أنه بمجرد مثوله أمام القاضي تتحل آليا بطاقة إيداع. قدمنا المطلب هذا، كان مطلب الشكلي الحقيقة باش نختبره هل فما ريحة بتاع عدالة وعدل وذوق قانوني وإلا لا. فتم قبول مطلب الإفراج على سيف الدين وإبقائه في حالة سراح. سألنا عليش، فتبين لنا أنه بطبيعته مطلب الإفراج ذاك وإبقائه في حالة سراح كأنه ما عنده حتى قيمة، باعتبار أنه هو تحت مفعول بطاقة الإيداع في ملف المطار. لكن على قليلة فما مؤشر بتاع تفاؤل وصلنا وقتها. باش ما نطولش برشا، اللي نحب نقول أن مهما طالت الإجراءات القانونية، ومهما فتحت المحاكم العسكرية، ومهما قيل ما قيل فينا، ومهما لفقت الملفات، ومهما لفقت التهم، فإنه اللقاء الحقيقي والقضاء الحقيقي هو قاضي رب السماء الذي لا معقب لحكمه. وقت لتكون الشهود ملائكة، وقت لتكون الناس كل المتهمين في أرض المحشر، وقتها تو نعرف وشكون على حق وشكون على باطل. الحرية لسيف الدين مخلوف ونضال سعودي، المقاومة لمحمد العفاس وماهر زيد، الحق لأحمد بن عياد ولكل نواب ائتلاف الكرامة الذين نرى أنفسنا أننا في حالة سراح مؤقت، وأنا أقولها إلى الآن تحمل مسؤوليتي، أعتبر أنفسنا أننا في حالة سراح مؤقت، لا ندري متى تصدر فينا الأوامر فيتم اعتقالنا أو إيقافنا، ليس لجرائم قتل أو نهب أو سرقة، لا، وإنما لقول كلمة الحق. وأحيل الكلمة للزميل المحترم سيد أحمد بلغيث. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نواصل الحديث على التتبعات والإجراءات اللي طالت نواب وحتى أنصار ائتلاف الكرامة، ونركز بالأساس على مسألة أنا راها هي تقنية بالفعل، لكن مسألة خطيرة وخطيرة جدا نعرج عليها الأستاذ حبيب بن سيدهم، وهي القرار التعقيبي الخطير والخطير جدا. القرار هذايا هو سابقة في تونس، بالمعنى القرار هذا جاء بالدارجة، قال راهو المحاكم العسكرية يمكن لها أن تحاكم المدنيين في أي خصومة، يا توانسة راهو في أي خصومة مع أي أمني مع أي عسكري تنجم تلقى روحك في المحكمة العسكرية. هذا إيش نحب يقول القرار هذا؟ القرار هذا حفت به برشة ملابسات وبرشة أمور إجرائية الحقيقة اختيرة، مانيش باش نحكي على الحيثيات وتحييث القرار في حد ذاته، لأنه التحييث فضيح، تحييث لا يرتقي لأن يكون قرارا تعقيبيا محترم. علاش نقول في الكلام هذايا؟ لأنه لم يجب على أي دفع للسان الدفاع أولا، أو حتى لدفعات النيابة العمومية اللي الحقيقة النيابة كانت محترمة جدا ورأت أنه لا وجه للقضاء العسكري في مقاضاة المدنيين، وهذه أول مرة تصير أنه النيابة العمومية تقف جنبا إلى جنب مع لسان الدفاع وتقول لا، وحبت تحمي المدنيين من المثول أمام القضاء العسكري. رئيس الدائرة بالأساس، وأنا نوجه له الكلام هذايا، لأنه لمدة 5 سنوات كان رئيسا لمحكمة الاستئناف العسكرية، ويبدو رغم صبغته المدنية يبدو أنه اصطبغ بالصبغة العسكرية لمحكمة الاستئناف اللي هو كان رئيسا لها، ورأى حماية التوجه نحو القضاء العسكري ومثول المدنيين، وهي لعمري فضيحة. فضيحة لأنه إذا كان النيابة العمومية قتلك لا يجب أن يمثل المدنيين أمام القضاء العسكري، وتجيد دائرة بكل بساطة ترفض الطعون أصلا بعد قبولها شكلا، وتخلي المدنيين وتفتح الباب على مصراعيه اللي باش يمثلوا أمام القضاء العسكري. أنا أقول أنه جملة التتبعات كما حددها الأستاذ حبيب بن سيدهم وقال اللي هي 3 قضايا بالأساس، تحس فيهم إجمالا رغبة في التنكيل، رغبة في مقاضاة نواب ائتلاف الكرامة بطريقة غير عادية. والفضيحة الثانية أنه منذ بعض أيام كنا في جلسة كان فيها الأستاذ سيف الدين مخلوف مطلوب بحالة صراح بما يعرف بملف وكيل جمهورية، كانت في جلسة يوم الخميس الفارط، اتأخرها الدائرة إلى يوم الاثنين هذي، معناها مسرة وهناك إلحاح لمقاضاته في أسرع وقت ممكن، وكأنه فما رغبة في صدور حكم ضده، وكأنه فما رغبة في إبقائه بالسجن. معناه ما تفهمش هالتطويع الذاتي، أنا ما نقولش رأوه فما تعليمات، نقول فما ناس تقدم في خدمات للنظام بطريقة غير عادية، وكأني الدائرة الجناحية تحب تقدم خدمات للنظام القائم اليوم، وكأني الدائرة هذه تحب تصدر أحكام في أسرع وقت ممكن لإرضاهم. احنا نقول لهم راهو هذا أمر لن يستقيم، وهذا أمر ما دامنا حيين باش ندافعوا بيدينا وساقينا وتينا بكل قوتنا الكل باش الأمر هذا ما يتعداش. نحب نقول التنكيل الإجرائي اللي حكي عليه الأستاذ حبيب بن سيدهم باش نفصل فيه شوية، مثالش اللي طال النواب الكل، وسرعة إصدار بطاقات الجلب، معناها ما يمثلش الصباح العشية تصدر فيه بطاقات الجلب في غير محلها، لأنه بطاقات الجلب على الأقل توجه له الاستدعاء الأول والاستدعاء الثاني، هذا ما يمثلكش من مجرد عدم مثوله لليوم الأول تصدر فيه العشية بطاقة جلب. هذا يخلى ناس من أشرف ما أنجب التونس ومن أنظف ما أنجب التونس كيما الدكتور محمد العفاس في حالة مطاردة اليوم، وعنده الحق ما يمثلش أمام القضاء، وعنده الحق ما يجيش يقدم روحه أمام القضاء اليوم، لأنه ما عندوش ثقة في القضاء هذايا، لأنه القضاء هذايا في 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 ناس معينين يسارع إلى إصدار بطاقات إيداع، في حين في وجود ناس أخرى اللي عندها ربما ارتباطات أخرى وفسادها ثابت ويعلمه القاسي والداني، حتى كانوا قاع إيقافهم
ينقاهم يقع الإفراج عليهم في أقرب وقت ممكن. الوضعية هذه خلت ناس كما ماهر زيد مطارد اليوم، الوضعية هذه خلت ناس أساتذة جامعيين في الولايات المتحدة نلقاوها اليوم محل تتبع تحقيقي ما عنده فيه لا ناقة ولا جمل. معناها ملف اللي معروف ملف المطار مهزلة، ناس معتدى عليهم ولو هم المتهمين والمعتدين نلقاهم اليوم هما اللي يقدموا في الدعوة وهما اللي يشكيوا وهما اللي يقدموا قضاياهم وتحللهم محاكم نصف الليل ويقع سماحهم في الوحدات حتى الرابعة صباحا. وهذا الأمر معناها الحقيقة منذ 25 جويلية أصبح أمرا عاديا، والتنكيل بالمناضلين المدنيين معناها في جميع المسيرات وجميع الاحتجاجات أصبح أمر عاديا، ويخلي الأمر معناها أصبح كيد نطبعوا معاه ويولي معناها لبان كوتيديان تاعنا. اللي حبيت نقوله وأخلص وأقول أنه الإجراءات اللي شملت جملة نواب ائتلاف الكرامة ومناضليها هي إجراءات باطلة، أحب من أحب وكره من كره. والإجراءات هذه اليوم وغدا سيثبت التاريخ أن هي إجراءات سياسية بامتياز داخلة في إطار التصفية السياسية لا أكثر ولا أقل. وإحنا قابلين ونحن نعرف في إطار الخصومة السياسية كل شيء وارد، ومن يمتلك السلطة له أن يقوم بما يريد، لكن إحنا نمتلك حاجة واحدة هي أن نقول كلمة الحق ونقول ثابتين على الحق وحسبنا صدقنا. وأشكرك. إذن سي منظر بن عطية يقدم لنا تعليقه هو وتعليق ائتلاف الكرامة على إجراءات 13 ديسمبر، ويتفضل. مرحبا بك. شكرا سيد الرئيس. مرحبا بالسادة الإعلاميين والسادة الضيوف. نحب في البداية أن نوجه تحية للقائد الأسير سيف الدين مخلوف والأخ العزيز نضال سعودي. اليوم احنا في مكتب سيف الدين مخلوف الأستاذ المشهور نجم المحاماة وواحد من أشهر المحامين بعد الثورة. اليوم احنا في مكتبه اللي يتسوغه على وجه الكراء بمعية ثلاثة محامين أخرين. وسيف الدين مخلوف كاري دار، لا يمتلك دار. وسيف الدين مخلوف عنده سيارة عمرها أكثر من 10 سنوات، هذه ما يعرفه الشعب التونسي. سيف الدين مخلوف نعرفه من بعد الثورة تقريبا 10 سنوات معرفة به، بعثت له عشرات ملفات المواطنين اللي ما عندهمش إمكانيات باش ينوبهم محامي، وأنا أشهد أنه عشرات الملفات وعشرات التوانسة نابهم مجانا. هذاك علاش سيف الدين مخلوف كاري محل وكاري دار وعنده سيارة قديمة، ورغم ذلك في منظومة تدعي أنها تقاوم الفساد اليوم هو في السجن والقضايا تلاحقه وكأنه أحد أباطرة التهريب أو أباطرة المافيا أو أباطرة الاقتصاد الريعي. سيف الدين مخلوف مجرد محامي ولد الشعب يخدم في الشعب، قدم حزبه 28 مبادرة تشريعية لخدمة الشعب، فوجد نفسه اليوم في السجن وينكل به وبشهادة الأساتذة وكل الحقوقيين خروقات عديدة ورغبة دفينا للتنكيل به. نحب بالمناسبة نهنئ السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة السابق والسيد مهدي بن غربية النائب بالبرلمان على إطلاق سراحهم، أطلقوا سراحهم، نحن نهنئهم. وإن شاء الله سيف ونضال يلقاوا نفس العدالة، سيف ونضال اللي ما عندهمش ملفات فساد يلقاوا نفس المعاملة من القضاء التونسي ويطلق سراحهم مثل سي سمير بالطيب ومهدي بن غربية، ونحن مع إنفاذ العدالة وتنفيذ العدالة وحق كل مواطن تونسي في العدالة.
عودة على قرارات 13 ديسمبر، 13 ديسمبر اللي كانت برمجة يوم 17 ديسمبر، لكن استبق السيد الرئيس 17 ديسمبر وخرج في خطاب معناتها غير مبرمج ومفاجئ للشعب التونسي يوم 13 ديسمبر ليلا، وخرج بقرارات كان لخصوها نقولوا هو جدول زمني للإجراءات الاستثنائية. الجدول الزمني هذا نعتبروه جاء استجابة ليس للشعب التونسي ولا للطبقة السياسية ولا لشركائه في الوطن، ولكن استجابة لضغوط خارجية وخاصة المؤسسات المانحة التي ضغطت وطالبت بجدول زمني، فقال لهم ها هو جدول زمني تفضلوا، المهم يحصل على تمويلات للميزانية، ميزانية 2022. رغم ذلك معناتها سنعقب على نقاط وقرارات 13 ديسمبر بالنقطة بالنقطة. النقطة الأولى كانت تجميد مواصلة أو تمديد تجميد البرلمان حتى 17 ديسمبر 2022. طبعا هذا كان منتظر جدا، ولم يكن أحد يعتقد أن قيس سعيد قد يرجع البرلمان. برلمان عاد كل كتله بعد أن كان له حزام برلماني، حتى الحزام البرلماني التابع لقيس سعيد أصبح معادي له. وهذه معناتها كما نشوف رئيس الجمهورية لا يتعايش مع أي كتلة ولا يتعايش مع أي طرف ولا يشاركه أحد الحكم. شفناه كيف انقلب على حزبي التيار وحركة الشعب ونكل بهم في آخر خطاب، ولذلك يستحيل أن يعيد قيس سعيد نشاط هذا البرلمان الذي سيكون أكيد من أول قراراته هو عزل الرئيس. لذلك إعادة البرلمان من الرئيس هي محاولة انتحار لن يفعلها في الوقت الراهن. إذن عودة البرلمان كنا متوقعين أنها مستحيلة، ومشكلة قيس سعيد مع البرلمان ليس بسبب التهريج كما يدعي أو بسبب العنف أو ملفات فساد لبعض النواب، واللي شفنا ما تجاوزوش ثلاثة نواب تقريبا اللي عندهم ملفات فساد رغم مرور ستة أشهر ورغم البحث والتفتيش في ملفات كل نواب البرلمان. مشكلة قيس سعيد مع البرلمان انطلقت منذ العهدة البرلمانية هذه 2019-2024 برفضه منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب في أول مرة وفي سابقة بعد الاستقلال. من اليوم هذاك معناتها بدأ قيس سعيد في استهداف المؤسسة التشريعية، لأنه لا يؤمن بوجودها، يؤمن بها في دور آخر ثانوي يكون تكون تحت سلطة رئيس الجمهورية. وشفناه رغم ذلك استعمل زوز كتل برلمانية التي مهدت له الطريق وأهدت له الفصل 80 على طبق من ورد، ثم انقلب عليها ونكل بها ورماها في القمامة. الإجراء الثاني الذي اتخذه رئيس الجمهورية هو إطلاق منصة إلكترونية لاستشارة شعبية. نحن نعتبر هذه حركة شعبوية وقرار معناتها عبثي. رئيس الجمهورية نعلم أنه لا علاقة له بالتكنولوجيا، لا علاقة له بمواقع التواصل الاجتماعي، يصر منذ 10 سنوات أنه لا يعرف الفيسبوك. فمشروع مثل هذا أكيد هو لا يفقه فيه شيء. المنصة الإلكترونية وكل ما له علاقة بالرقمنة في تونس نعرف أنه يعني مشاريع كلها وهمية، كلها مشاريع فاشلة، وآخرها منظومة إيفاكس اللي أنفقنا عليها ملايين دينارات، واللي المنظومة هذه تشتغل منذ سنة ورغم ذلك معناتها لم يقدروا على إصلاح عيوبها. فما بالك بإطلاق منصة جديدة وفي غضون تقريبا معناتها لجويلية يعني 6 أشهر يلزمها تعطي نتائج. الاستشارة هذه أو المنصة هذه ما قراتش حساب أنه فما 20% من التوانسة فوق 55 عام لا يفقهون شيئا في التكنولوجيا ولا يعلمون شيئا على الانترنت. يعني هناك إقصاء، يعني 20% من الشعب التونسي لن يشارك في هذه المنصة. هناك نسبة أمية 20% أيضا من التوانسة فيهم حتى الشباب، يعني تقريبا 30% من الشعب التونسي لن يشارك في هذه الاستشارة لعجزهم عن استعمال
التكنولوجيا. وهذه الاستشارة نحن لا نثق في رئاسة الجمهورية التي ستشرف عليها ولا في اللجنة التي سيكلفها بها، لأن نعلم أن رئيس الجمهورية لا يعترف بالمؤسسات لا الدستورية ولا الهيئات ولا يعترف بأحد، يعترف فقط بالموالين ليه. الموالين ليه ليسوا مؤهلين حاليا لقيادة مشروع مثل هذا، ولذلك يعني نتائجها ستكون مشكوك فيها من البداية، ونعتبر هذه العملية فقط لإضفاء الشرعية على استفتاء الذي يمثل هو النقطة الثالثة في قراراته، هو فقط بحث عن مشروع الاستفتاء الذي يزمع القيام به في 25 جويلية 2022. الاستفتاء هذا أعطى فقط تاريخه، لكن أهم نقطة فيه تعمد رئيس الجمهورية تجاهلها، وهو في حال فشله في الحصول على أغلبية في هذا الاستفتاء لم يعد رئيس الجمهورية بالاستقالة، وهو العرف والجاري به العمل في كل الديمقراطيات وفي كل الرؤساء المحترمين في العالم. لما تقوم باستفتاء حول تنقيح دستور وتنقيح نظام سياسي وتفشل في حشد الدعم الجماهيري والشعبي، فأنك آليا تقدم استقالتك، وهذه الاستقالة تكون وعدا مع الاستفتاء، إما أن الشعب يفوضك ويؤمن ببرنامجك ومشروعك السياسي الجديد، وإذا فشلت فأنك من المفروض يعني وبعد تقريبا 4 سنوات سيكون هذا من حكم قيس سعيد هذا الاستفتاء، فأنك آليا تصبح عاجز عن تقديم أي إضافة للشعب التونسي للدولة التونسية. والمفروض عند إعلان الاستفتاء تعد بأنك ستستقيل إذا فشلت في هذا الاستفتاء. النقطة الرابعة هي انتخابات في 17 ديسمبر 2022. الانتخابات هذه اللي بتصير بعد سنة من الآن، وطبعا هو لمح إلى أن القانون الانتخابي ليس هذا القانون، بل سيكون بمراسيم يضعها رئيس الجمهورية. وهنا نقول معناتها كيف يمكن للخصم أن يكون هو الحكم؟ كيف يمكن لرئيس الجمهورية منقلب على الدستور استحوذ على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وحل هيئات دستورية، ولا لا يعترف بالأحزاب ولا بشركاء في الوطن من شخصيات سياسية ومن منظمات مدنية؟ كيف يمكن له أن يضع قواعد اللعبة الديمقراطية؟ الانتخابات هي لعبة ديمقراطية، قواعدها تكون واضحة، تكون شفافة، تكون موضوعية، محايدة، نزيهة، تضمن حظوظ الجميع، تساوي الفرص أمام كل المترشحين. لكن لما يكون رئيس مستحوذ على كل السلطات فهذا لا يملك لا النزاهة ولا الموضوعية ولا الحياد حتى يضع بنفسه قواعد اللعبة، ولذلك فهذه الانتخابات ستكون انتخابات مشوهة لا تمت للديمقراطية بصلة. نحن ندعو كل المؤمنين بالديمقراطية في هذه البلاد وكل من يحترم شهداء ثورة الحرية والكرامة التي أوصلتنا إلى الصندوق التي أفرزت انتخابات في 2011 وفي 2014 و2019 انتخابات شهدة لها العالم. كل قوى ندعوها إلى التحالف إلى النضال ضد هذا المشروع الاستبدادي، مشروع الحكم الواحد، الفرد الواحد، تسيير الدولة بالمراسيم، قانون انتخابي بالمراسيم، هيئة انتخابات ستلغى، وتعمد رئيس الجمهورية أن يلغيها من خطابه ولا يذكرها، والتي ما فتئ يشكك فيها وفي عملها، ويسم العملية التي قامت بها بأنها مزورة رغم أنها أوصلته إلى كرسي الرئاسة. ندعو كل المؤمنين بالديمقراطية أنهم يضعوا اليد في اليد لإعادة تونس إلى سكة الديمقراطية، إلى سكة القانون، إلى سكة المؤسسات، دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية، وفاء لشهداء ثورة الحرية والكرامة. المجد الشهداء، المجد الثورة التونسية والحرية لسيف الدين ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد وكل نواب ائتلاف كرامة وكل سجناء الرأي بعد انقلاب 25 جويلية. وشكرا. شكرا. شوف سيدي. سيدي.
تفضل سيد أحمد. سيد أحمد يرجع. إذن سيد أحمد يعود لنا باش نحكيه توا على الجزء الثالث من الندوة اللي هو ملف حقوق الإنسان والاعتصامات والمظاهرات وكل هذا الملف اللي بحضنا هوني ممثلي الاتحاد الائتلاف ائتلاف التحالف المدني الوطني اللي تخوضه الأستاذة فوزية خضري في اعتصام منذ 18 ديسمبر بمقر المنظمة الوطنية للشغل، واللي أكيد كل المساندة وكل الدعم، واحنا بعد حين نخرج من هوني إن شاء الله في اتجاه المقر لتقديم المساندة لخياننا المعتصمين، ونقول واحنا رانا مع كل الأطراف التي ضد الانقلاب، ونحن مع كل أشكال النضال وكل أشكال النضال ضد الانقلاب. الأستاذة فوزية خضري والأستاذة بوثينة العبروقي والأستاذ مختار الجماعي والأستاذ سميرة والأستاذ الأسعد عبيد، كلهم اليوم معناها محل هرس لساعة أول شيء، لأنه تم اقتحام المقر نهار 18 ديسمبر، و يعني حجز إجراري وحجز معناها المؤونة والخيام، وهذه فضيحة بيتم معنى الكلمة، لأنه تحجز المقر منظمة وطنية عندها صفتها القانونية وتدخل مقرها بدون إذن قضائي يبدو ذلك، فهذا خطير وخطير جدا. أنا على فكرة معناها ممكن الخيان ما يعرفوش اللي البارح في اجتماع بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان راني طرحت الملف هذايا، وطلبت من المفوض السامي لحقوق الإنسان بتونس أنه يزور التحالف المدني الوطني مقر نهج إيطاليا منظمة المنظمة الوطنية للشغل، ويعاين المنظمة التونسية ويعاين يعني الأضرار، ويعاين الاعتصام، ويعاين وقفة النساء والرجال الأحرار اللي اليوم تقول لا للانقلاب، ومدى الهرسلة ومدى عدم احترام حقوق الإنسان اللي قال الرئيس رئيس السلطة القائمة أنه يحترمها وأنه باش يخلي الأمن يحترمها. احنا نقولوا له راهو ما تمش احترامها، وندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان مرة أخرى بعد ما دعيناها البارح في مقرها أنها تعمل زيارة وتعاين شنو قاعد يصير في الاعتصام هذا. إذن هذا معناها تعريج على خيالنا اللي احنا في جبهة مع بعضنا دير، وقلناها احنا في جبهة مع بعضنا ولا لتقسيم الجهود، لكن إذا كان هما ارتقوا أنه باش يكون ثم اعتصام غادي، ماذا بينا احنا مع كل نفس ثوري ومع كل نفس رافض هما ارتقوا غادي، احنا ممكن غدوة أو اليوم العشية نعلنوا على إضراب جوع، وباش نكون أنا ديجا موجود فيه، وأنا شخصيا إذا كان أعلنت إضراب الجوع راني ماهيش نعلنوا فقط على إجراءات أخذها قيس سعيد، باش نعلن إضراب الجوع احتجاجا على رؤساء الزوز، نعلن نضرب الجوع على احتجاجا على التدابير الاستثنائية والانقلاب اللي عامله قيس سعيد، لكن كذلك باش نعلن نضرب الجوع على عدم تجاوب رئيس المجلس الأستاذ راشد الغنوشي وجميع الكتل اللي نحمل المسؤولية الكل بدون استثناء، برئيسهم بنوابهم بمكتبهم اللي إلى حد الآن عجزوا أنه يعقدوا جلسة ولو عن بعد وكنت سعيد في الاتجاه هذايا مع جملة من الزملاء، لكن اليوم في غياب هالتجاوب هذايا
وفي غياب هاللاكسيزم هذايا بالعربي شنو هي اللاكسيزم؟ التراخف والتراخي واللامبالاه، وكانه ما عندناش مجلس، وكانه ماهيش مؤسسه تشريعيه. نقعدوا اليوم معناها نلحقوا بزملاء اجاو نعملوا جلسه عامه حتى عن بعد، والاف وعشرات الالاف من الناخبين اليوم يدعيوكم يا ولاد اش بيكم تعملوا الجلسه دي؟ وين الجلسه دي؟ علاش ما تمش جلسه؟ علاش ما تمش جلسه؟ لانه هذا اشترط في على هدايا، وهذا يعمل في حساب هدايا، وهذا خايف على صوته من غادي، وهذا خايف يجبدوا له ملف الاخر، وهذا خايف لا معناها ما يلقاش بقيعه على حبلين. وكانه قلنا لهم نحيوا الكاسكيته نتاع الاحزاب، راهو اليوم مجلس نواب مؤسسه تشريعيه قائمه الذات، نحيوا الالوان الكل وادخلوا للمؤسسه هذه رافعين شعار مؤسستكم فقط فقط، من غير حسابات، من غير حسابات يهديكم. دونك انا اذا كنت دخلت في اضراب الجوع هذايا فاحتجاجا كما قلت للزوز، لو 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 تم تلبيه مطلب واحد فيهم ارفع الاعتصام، لو لم يتم حتى مطلب فيهم ولم تعقد الجلسه العامه فلن ارفع اعتصام واضراب الجوع. نمر للنقطه الثانيه اللي هو مشاركه ائتلاف الكرامه في مؤتمر الاتحاد الدولي، الاتحاد البرلماني الدولي. كان شرفنا بحضوره الاستاذ زياد الهاشمي اللي بالفعل يعني كان تكلم بشراسه ودافع بشراسه مع الاستاذ سيف الدين مخلوف وعلى الاستاذ نضال سعودي وخونا ماهر زيد والدكتور محمد العفاس والسيد احمد بن عياد وجميع المحالين في القضيه هذه، اللي نحب نحييهم ونقول لهم صبرا على الكرامه، ما يدوم حال ما يدوم حال ما يدوم حال. الكلمه الان لسي زياد الهاشمي عبر سكايب. تسمع فينا سي زياد؟ نسمع فيك رئيس. تفضل سي زياد، اذا تعطينا حوصله حول اللي صار في مدريد، وانت كنت شرفتنا وشرفت ائتلاف الكرامه وشرفت النواب التونسيين بحضورك، وتعطينا حوصله حول لقاءاتك وحول طلب الاتحاد البرلماني الدولي علاش ما نعقدوش جلسه عن بعد. تفضل سي زياد. شكرا سيد رئيس، يعني شكرا للسادة الحضور الكل. خليني زادة نصبح ونشكر الصحفيين الحاضرين الكل معنا اليوم ونشكرهم على حضورهم. وكما قلت انت دكتور، يعني السفرة متاعي والمشاركة اللي كانت في مدريد في المؤتمر الدولي عدد 143 للبرلمانات الدولية، يعني كان له ما قبله وما بعده. يعني ما قبله نحن تقريبا صارت يعني مجموعة كبيرة من التحركات حتى وصلنا للموعد ذاك، وقعت لنا مجموعة اتصالات مع البرلمان الدولي بمختلف اللجان نتاعو، وخصوصا لجنة حقوق الإنسان اللي استمعت لنواب ائتلاف الكرامة في شكوى خاصة بهم على الهرس اللي تعرض لها والتحريض اللي تعرض له ائتلاف الكرامة من طرف سلطة الانقلاب رأسا من خلال قائدها يعني قيس سعيد. اليوم تم استماع لنا في خلال الجلسة، وتم قبول عدد تقريبا 27 شكوى رسمية من طرف النواب، تم قبولها وتم ذلك كله في تقرير موحد منذ يومين، وتقريبا منذ أسبوعين في التقرير الشامل الختامي للمؤتمر عدد 143 لاتحاد البرلمانيين الدولي.
وايضا جمعتنا في جنيف مجموعه من اللقاءات مع منظمات مجتمع مدني، وكان تقريبا ابرز حضور لنا هو من خلال الندوه الصحفيه التي تم انعقادها في من طرف صحفيين سويسريين في النادي الصحفي السويسري بجنيف، وايضا جمعنا لقاء مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي تقريبا طلبنا قدمنا شكوى رسمية للي تعرضنا له الكل، ووعدونا أنه باش يبعثوا وفود لتونس، وتقريبا كانت يعني اللقاء بتاعكم أنتم سيادتكم البارحة مع المفوضية في تونس هو تتم للتحركات هذيك. فاللقاء حضورنا ومشاركتنا في مؤتمر مدريد كان كما قلت لكم يعني كان له ما قبله وما بعده. ما بعده يعني الحمد لله صدر تقرير يعني مفصل في من خلال تقريبا 3 صفحات بالتفصيل لجميع الاعتداءات، تم تخصيص يعني 3 صفحات لائتلاف الكرامة والاعتداءات اللي تمت على ائتلاف الكرامة بالتفصيل من خلال الملاحقات الأمنية، من خلال المحاكمات العسكرية الظالمة اللي تعرضوا لها 6 نواب من ائتلاف الكرامة، من خلال الهرسلة اللي والتحرير الذي تم توثيقه من لجنة حقوق الإنسان من طرف رئيس الجمهورية السابق قيس سعيد، ومن خلال أيضا يعني ما تم التشويه لي من خلال الصفحات الداعمة لهذا الانقلاب. أيضا يعني كانت لنا مجموعة من اللقاءات وتم تنزيل جميع اللقاءات على الصفحة الرسمية لائتلاف الكرامة. كان جمعنا لقاء مع الوفد من البرلمان الفيدرالي البلجيكي، أيضا وفد الفلسطيني، وكان لي الشرف أني حاولت وجلست وقعت أيضا تم دعوتي للحضور مع الوفد الفلسطيني، وقابلت يعني أرملت الشهيد ليلى الله محمد رسول الله أبو جهاد اللي تم استشهاده في تونس، يعني السيدة انتصار الوزير. أيضا قابلنا مجموعة في لقاء ثنائي جمعني أنا والسيد فتح العيادي مع الوفد البريطاني، وتم دعوتنا أيضا لحضور الجلسة العامة في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان البريطاني، وسيكون لنا مشاركة إن شاء الله قريبة جدا في مجلس العموم البريطاني. أيضا جمعني لقاء مع وفد عن البرلمان الفرنسي، ومشكورين يعني إذ كان لهم مداخلة خاصة واستنكروا يعني ما قاموا ما وقع في تونس من خلال البرلمان. جمعنا أيضا لقاء مع مجموعة أخرى من النواب، وتم تنزيل هذا في الصفحة الرسمية لتلك الكرامة من خلال النشاط بتاعنا. إذا يعني هذه حوصلة تقريبا مصغرة لأنشطتنا خلال هذه الفترة، وخصوصا الاتحاد الدولي يعني خصوصا بعد التتويج، على الأقل مجهودنا ما مشاش يعني هباء منثورة، على الأقل يعني شفنا التعب بتاعنا مشاش خسارة، وشفنا يعني التقرير يعني اللي نزل تقريبا منذ يومين كان في جميع تحركاتنا والشكايات نتاعنا تم قبولها، وهذا سيكون ايضا له ما بعده. معلومه اخرى اسوقها ونخيل الدكتور يسري يمكن قد يتحدث عنها اكثر، يعني للاسف هي معلومه كي نقولوها نقولوا القلب يوجع، نقولوا للاسف انه تم الاعلان انه تحويل تونس من بلد يعني مشجع للديمقراطيه ويساهم في التشريعات والحياه البرلمانيه من اللون الاخضر الى اللون الاحمر، يعني وهذه خبر سيء جدا للديمقراطيه التونسيه، سيء جدا للسياسيين التونسيين، سيء جدا للشعب التونسي لما يتم تصنيف تونس ليس اقتصاديا في الحضيض. اليوم حتى البارحة أنا تابعت بعض التقارير الصحفية في تونس تتحدث على فهم إمكانية أن تونس يعني حتى ترتيبها في العالم يعني بشي يتراجع في حرية التعبير، يبدو أيضا سياسيا ماشيين في نفس الخط بعد الإعلان يعني من طرف التقرير الرسمي لاتحاد برلمان الدوليين أنه يعني تونس تغير لونها من الأخضر للأحمر. للأسف هذه ضربة موجعة جدا للحياة الديمقراطية، ولكن المسؤول عنها هو قائد الانقلاب الرئيس السابق قيس سعيد. مع الشكر سيد الرئيس. شكرا سيد زياد. أنا نعطي الكلمة سيد أحمد باش يعطينا
حصل على أعمال لجنة حقوق الحقوقين، لجنة البرلمان، لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين. مع الشكر. هو في إطار جلسة الاستماع اللي كان ائتلاف الكرامة حاضر فيها، واللي حدد تقريبا في إطار عام ما حدث بعد 25 جويلية إلى يوم جلسة الاستماع، وهذا كان تفصيلا وتدقيقا. هم الحقيقة ناس تقنيين بامتياز، يعرفوا الأسئلة التي يجب أن توجه ويعرفوا على شنو يسألوا بالضبط. أنا باش نحدد تقريبا شنو مربط الفرس اللي يسألوا عليه، وهو مدى التدخل العسكري في غلق المؤسسة البرلمانية، ومدى التدخل العسكري في الحياة السياسية ما بعد 25 جويل. هذايا اللي سألوا عليه تدقيقا، وهذايا اللجنة الحقوق والحريات اللي حبت تعرفوا وين وصل في تونس، وتحديدا غلق مجلس النواب بالدبابات، ومنع رئيس مجلس النواب وجملة نواب يوم 25 جويلية ليلا من دخول المؤسسة البرلمانية، كان بالنسبة لهم أخطر مؤشر للتدخل العسكري فيما بعد 25 جويلية. اثنين، كم القضايا العسكرية اللي حدثت بعد 25 جويلية، اللي في الحقيقة منذ 2010 حتى 25 جويلية، ومن 25 جويلية إلى يوم الاستماع عدد القضايا تضاعف في أشهر بالعدد الذي مرت به تونس مدة سنوات، وهذا مؤشر خطير وخطير جدا على التدخل العسكري في الحياة السياسية والحياة القضائية أساسا للمعارضين ل 25 جويلية وسياسته. بالتالي اللجنة مركزة بالأساس على هذا المؤشر، ومركزة بالأساس على التدخل العسكري في الحياة السياسية. كنا قدمنا تفصيلا ما ورد، صبينا إشكاليات في هذا الغرض. المحصلة ككل كانت جيدة بالنسبة لنا، أي أن وقع الاستماع علينا والانتهاكات اللي تعرض لها، لأنه بالأساس ما وقع لنواب ائتلاف الكرامة ومناصريه نقول هو تصفية سياسية، هو بالأساس محاسبة شخصية، لأنه شفنا حتى لليوم تقريبا بعد قريب 5 أشهر الناس اللي وقع محاكمتهم وقع تتبعهم أفرج عنهم لسبب أو لآخر، لعدم كفاية الحجة في أشياء معينة، لعدم وجود أدلة، بقاو كان نواب ائتلاف الكرامة لمسائل جانبية يقع التنكيل بهم عسكريا، أي لدى القضاء العسكري، في تجاوزات قانونية غير مسبوقة في تونس، لا في عهد بورقيبة ولا في عهد بن علي، نلقاوها اليوم في تونس الثورة بعد 25 جويلية. نلقاو نواب يحاكمون في قضايا منشورة لدى القضاء العدلي، يقع إعادة فتحة لدى القضاء العسكري للتصفية السياسية، وهذا لعمري أمر خطير وسابقة لم تقع لا في عهد كما قلت الرئيس بورقيبة أو حتى الرئيس بن علي، اللي كانوا على الأقل في الحد الأدنى يحترموا الإجراءات ويحترموا القانون ويحترموا القضاء ويعرفوا كيفاش تعاملوا معاه. اليوم نجد معناها تهميش كلي للمؤسسات القضائية وعدم إعارتها أي جانب معناها من الجدية في التعاطي مع الملفات هذه، خلى الأمر يصل إلى درجة من الهوان ومن درجة من عدم الاكتراث، تخلينا معناه ننتظر أي إجراء قضائي ضد أي كان في أي صورة كان في تجاوز كان. ونعرج على المقال سيسري قبيلك في تنويه لما وقع يوم 17 ديسمبر، نحب نذكر أنه زوز من قيادي الحراك مواطنون ضد الانقلاب، واللي هما الأستاذ الجماعي والأستاذة فوزية خضري، نذكر اللي وقع فتح تتبعات ضدهم لدى الوكيل العام بصورة من أجل الاعتداء بالقول والفعل ضد الأمنيين، في حين أنهم هما كانوا محل هرس لو اعتداءات، ووقع تهشيم الخيام اللي وقع جلبوها في مقر الاعتصام، ووقع ضربهم ووقع الاعتداء عليهم، ثم فتح بحث تحقيقي ضدهم. وهذه هي السياسة الممتازة، نضربك ونشكي بيك معناها، وهذه هي السياسة اللي يبدو أن ماشيين فيها اليوم في تونس، وإن شاء الله ربي يقدر كان الخير للبلاد هذه. شكرا. شكرا
سيد أحمد. شكرا سيد. نحب في ختام الباب هذايا قبل ما نمشيو الباب التسريبات اللي باش تتولى الحديث عليه أختنا الإعلامية حليمة الهمامي، نحب نقرأ حاجة ما الإعلام التونسي ما قرهاش والصحافة ما تداولتهاش ولا الرأي العام تداول فيها، اللي هو الاتحاد البرلماني الدولي خرج قرار يقول فيه إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي أولا يشير إلى أن البلاغ الجامع الذي يخص 24 نائب من نواب مجلس نواب الشعب التونسي بلاغا مقبولا من حيث الشكل، نظرا إلى أن البلاغ قدم حسب الأصول من جهة المصرح لها وفقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين آ وب من الفقرة الأولى من القسم أولا من إجراءات فحص البلاغات والتعامل معها، الملحق الأول من القواعد والممارسات المعدلة للجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين. برشا إذا ما يعرفوش اللي راهو ثم لجنة حقوق إنسان تدعى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، خاصة للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي. شنو باش تعنى اللجنة دي؟ اللجنة دي تعنى لخرق حقوق الإنسان الخاصة ببرلماني العالم، واللجنة هذه هي اللي تعطي تقرير للاتحاد البرلماني الدولي باش يصنف الدول يا أخضر يا برتقالي يا أحمر. وقتاش؟ إذا كانت عرض النواب لهرسلة السلطة التنفيذية، وتونس عمرها ما تحطت في الليست روج في المجال هذايا، من استقلالها عمرها ما تحطت في الليست روج. يعني حتى في بلد الدكتاتورية مع بورقيبة ومع بن علي تونس ما تحطتش في الليست روج. اليوم نلقاو تونس في الدائرة الحمراء للاتحاد البرلماني الدولي كبلد برلمانيوه منتهكة حقوقهم. نكمل قراءة الأول. ويخص برلمانيين عاملين في تاريخ حدوث الوقاعة الأولية المدعى بها، ويخص ادعاءات تتعلق بتهديدات وأعمال ترهيب واعتقال واحتجاز على أساس تعسفي وعدم مراعاة الأصول القانونية في مرحلة التحقيق وعدم اتباع إجراءات محاكمات عادلة وانتهاك لحرية الرأي والتعبير وانتهاك لحرية التجمع وتكوين الجمعيات وانتهاك لحرية التنقل وإلغاء للولاية البرلمانية أو تعليقها على أساس تعسفي وعدم احترام الحصانة البرلمانية وأعمال أخرى تعوق الممارسة أو تعوق ممارسة الولاية البرلمانية، وكلها ادعاءات تندرج في نطاق اختصاص اللجنة. ثانيا يعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه من إحالة قضيتي السيد سيف الدين مخلوف والسيد نضال سعودي إلى محكمة عسكرية لأنهما نائبان يحق لهما التمتع بالحسنة البرلمانية، ويشكك فيما إذا كان من اختصاص محكمة عسكرية النظر في قضايا المدنيين، على الرغم من أن ذلك مصرح به بموجب أحكام القانون التونسي، ويدعو السلطات التونسية إلى مراجعة هذه الأحكام لضمان عدم استخدام المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة بالنظام القانوني المدني. ويلاحظ مع القلق أن جميع النواب التونسيين يتعرضون منذ تعليق اختصاصات البرلمان في 25 يوليو 2021 لحملة تشهير والشيطنة، وبخاصة أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة، ويرى أن هذه الحملة تهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية. ويسلط الضوء شكون؟ مجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي يسلط الضوء على أن حملة التشهير والشيطنة هذه يجب ألا تحرم النواب المتهمين
بمن فيهم السيد مخلوف والسيد سعودي من حقهم في أن يحاكموا وفقا للمعايير الدولية التي تكفل الإنصاف والمحاكمة العادلة وفق الإجراءات القانونية الواجبة، ويعرب عن رغبته في هذا الصدد في أن يتلقى من السلطات التونسية معلومات مفصلة عن قضيتي النائبين لفهم أساس ومضمون التهم الموجهة إليه، ويعرب عن قلقه إزاء تعليق اختصاصات البرلمان التونسي بموجب إجراءات استثنائية كان من المفترض أن تكون محدودة في المدة ولكنها ما زالت سارية، ما أدى إلى إغراق البرلمان التونسي في حالة من عدم اليقين التام، ويشدد على أن هذا الوضع يؤثر تأثيرا مباشرا في الحقوق الفردية للنواب ويحرم المواطنين التونسيين من التمثيل السياسي. ويشير في هذا الصدد إلى ضرورة الحفاظ على إنجازات الديمقراطية التونسية الشابة التي انبثقت من الربيع العربي بكل الوسائل الممكنة، ويتطلع شكون اتحاد البرلمان الدولي إلى أن يستأنف البرلمان التونسي عمله في أقرب وقت ممكن في ظل مناخ سلمي يشجع الحوار واحترام حقوق كل البرلمانيين، وحيث يمكن للنواب أداء مهامهم بدون عنف، ويطلب من الأمين العام إحالة هذا القرار إلى رئيس الجمهورية التونسية والجهة المقدمة للبلاغ وأي طرف آخر يمكنه تقديم معلومات وجهة، ويطلب من اللجنة مواصلة النظر في هذه الحالة ومواساته بتقرير في هذا الشأن في الوقت المناسب. تقرير كي من هكا الإعلام ما يحكيش عليه وما يعملش عليه بلاتوات وما يجيبوش أطراف تحكي عليه في كبرى القنوات الإذاعية المحايدة اللي مع الإرهاب ما حايدتش وقالت لا حيادة مع الإرهاب، أما يبدو أنها دنكست راسها وعملت حياد مع الانقلاب. نعطي الكلمة لأختنا ريما الهمامي. مربوط. إيش حلو ميش. السلام عليكم. أنا سعيدة بحضوركم كإعلاميين وصحفيين، ونعرف بالنسبة معناها للندوة نتاعنا أنه ما يكونوا فيها ندوروا هكا السلام عليكم. أهلا بالحضور وأهلا بالصحفيين والقنوات اللي حضرت معنا لتغطية هذه الندوة. وأول حاجة نبدأ بيها أنه ما هيش مزية باش تترفع المظلمة عن ائتلاف الكرامة، عن نوابنا وعن رئيس كتلتنا اللي موجود في الحبس في الوقت الحالي ظلما وبهتانا، لأنه ما يجيش معناها في بلد اللي بدينا معناه وإن كانت متعثرة الخطوات نتاعنا ديمقراطيا لكن قاعدين نبنيو فيها حبة حبة. وبالتالي أهل وأبناء الائتلاف اللي سعقهم بالمظالم نتاعو، لماذا ليس هناك شيئا يحاسبون عليه غير أنهم انضاف لكن أصواتهم عالية في الحق ومن أجل البلاد ومن أجل الشعب وإظهار الحقائق كما يجب أن تظهر. خونا العفاس وعائلاتهم اللي ما يشوفوش عائلاتهم سواء كانوا في الحبس أو في السرية أو مطاردين كخونا معناها ماهر زيد وغيرهم، هذا والله عيب في بلد الديمقراطية كره الأصوات الكل إعلاميا وغير الإعلامي أنها الناس الكل تصيح صيحة واحدة أنه اليوم أنا غدوة أنت راكم الانقلاب، هذا هو معناها التأثير نتاعه في المجتمع، وأنه المظالم نتاعه كثيرة ولا يرى شيئا أمام مصالحه. احنا ظهرت أخيرا وتزامنا من باب الصدفة أو غير ذلك مع زيارة رئيس الجزائر الشقيقة
وثائق مخابراتية وتسريبات سرية للغاية يقولون، ونحن هنا لنعرف مدى صدقيتها. هل نقدر أن نؤكد كمجموعة وطنية ما جاء في هذه التسريبات أو لا؟ وهذا من حقنا، والسؤال هو المفتاح للأصول للمعلومة. إذن مجموعة من الأسئلة لكل من يهمه الأمر، مش يهمه فقط، هو يهم الشعب. الشعب يلزم نزيح عنه كل التساؤلات لنظهر الحقائق كما هي، جلية كما هي. أنه شفنا التسريبات ذي أخطر منها ما فماش. حتى الإنسان العادي البسيط اللي هو هذايا الوكر نتاعه، هذية بلاده، هذية خريطته، هذية اللي ما يحملش فيها الدقة نتاع الإبرة، أخلي يشوف أحداث خطيرة وانقلابات ومخابرات وتخابر مع الدول الأجنبية، تقويض الأمن والاستقرار في بلادنا، ما يزيناش اللي نعيشوا فيها، الناس الكل ولات تعبانة ومريضة. وبالتالي المجتمع الكل يتساءل ويقول بودي أن أعرف، أخطرش التسريبات هذه والتخابر وتقويض الأمن والاستقرار سيعود علينا جميعا، 12 مليون ليس على واحد فقط. وبالتالي تعتبر، أحببنا، في كل قواميس الأوطان في العالم تعد خيانة عظمى. والخيانة معناها نعرف لعدم الوفاء، عدم كذا، ولا خان ولا عاش في تونس من خانها، وهذا لي من الناسيونال نتاعنا والنشيد الوطني نتاعنا، وبالتالي تغذينا عليه وتشبعنا به ونحن صغار وأطفال. خلينا نرجع لهنا للتساؤلات نتاعي ولن أطيل عليكم. أين وقت اللي نشوف اللي من حق الشعب أنه يعرف شنو هو اللي يحصل في بلاده من خطير، يحس بيه تعبان، البؤس معناها انتشر في كل زوايا هالبلد نتاعنا والمجتمع، ولا يمشي متثاقل يحمل أطفاله وعائلته على ظهره، معناها المسكين ولا يعرف كيف يجد الحلول لتغذيتهم للعيش على هذه الأرض التي يقول هي أرضي وأنا السلطة في هذا البلد. بالتالي يا سادة، هو يريد توضيحا ممن؟ التوضيح هذا رغم الأخبار المتناثرة في الإعلام البديل وفي بعض القنوات القليلة في تونس اللي تناولت هذا الموضوع، آخرها الزيتونة البارح، فشكرا لهم على هذا. معناها كيفاش وجد الشعب الكثير مما نعيشه في هذه التسريبات؟ أنه مثلا احنا نشوف ائتلاف الكرامة، أنه في التسريب نتاع 9 جويلية أنه نشوف تنفيذ اعتقالات محتملة وإقامات جبرية وعفاءات، من جملتها اعتقالات لرئيس حزب الائتلاف الكرامة وقادة الحزب ونوابه بالبرلمان، والإقامة الجبرية لرئيسه الحالي السيد يسري الدالي. يعني هذا موجودة عدة أشياء في هذه الوثائق، تقول يا ربي أنا هو الصحيح، يا ليت شعري ما الصحيح، يا ليت وطني يقول لي ما الصحيح. هنا خلينا نبدأ من الأول، الأسماء اللي جات في هذه الوثائق وفي هذه التسريبات، أنا أرى أنها من باب احترام الشعب في وثيقة من وثائق من هذه النوعية، أنها تخرج وبكل شجاعة وتحكي، معناها مش تتباطأ أو تصمت أو كذا، هذا يكون ضدها بالعكس، بينما كي تخرج وتعبر للشعب وتظهر الحقيقة كما هي، أنه بالعكس ترفع عنها الالتباس، هذا هو المطلوب. نذهب أيضا لتساؤل آخر، الإعلام وخاصة الصحافة الاستقصائية والإعلاميين بصفة عامة. أنا كنت في الإعلام، فين فما حاجة الشعب يتساءل عنها وأرى في عينيه ألف سؤال
إلا وأذهب إلى ذاك الموضوع بدون خوف أو وجل، الخوف إلا من الله، ونحن هنا من أجل الوطن وليس لمصالحنا الخاصة. وبالتالي هالإعلام هذا أين هو لرفع الالتباس؟ هل هو إعلام الشعب أم هو إعلام لفلان ولفلان والتغطية على الانقلاب وكذا ومن يترأس هذا الانقلاب وغير ذلك؟ هذا والله معناها لا يرضاه لا الضمير ولا التاريخ، وسنحاسب روح على كل شيء أحببنا أم كرهنا. تاريخنا سيظهر عما قريب، هو من الآن والناس بدأت تعرف الحقائق. نفس الشيء أن نشوف النيابة، كلنا نسأل أين النيابة العمومية ووكيل الجمهورية؟ التسريبات من هذه النوعية هما اللي يجرى بسرعة مفرطة، باش ما يدخلوش بلبلة في المجتمع وداخل المواطن التونسي والعائلات التونسية، يولي خوف، يولي بالنسبة للصغار وللكبار، وهذا خطير. أنه نطالب نحن من هنا من هذه المنصة وكلكم تطالبون بأن يحققوا في كل ما جاء في هذه التسريبات الخطيرة التي توضح أن انقلاب 25 جويلية كان مخططا له بتآمر داخلي وخارجي للإطاحة بالتجربة الديمقراطية في تونس وتبديل نظام الحكم. احنا ولينا نشعر اللي كل واحد يتلفت للآخر بذا به يعرف الحقيقة من خلاله، لكن احنا نحب المعنيين بالأمر هما اللي يرفعوا الالتباس، هما الحقيقة يظهروها كما هي حتى وإن كان على أنفسهم. هل لديهم هذه الشجاعة؟ أنا لا أتصور، لكني أطالب بهذا ككل مواطن تونسي، وأنا نائبة شعب وفي نفس الوقت إعلامية، وطالما عريت الحقائق بكل شجاعة، لكن هنا لم نمارس أي ضغط على أي أحد، فقط تسريبات أمامنا ونحن نتساءل. والسؤال كما قلت لكم هو الطريق الموصل للمعلومة الصحيحة، إما بتأكيدها أو عدم تأكيدها، فأين هم من كل هذا؟ لكن دعوني أسأل في نفس الوقت، لماذا التزامن مع وصول رئيس الجزائر الشقيقة إلى بلدنا تظهر هذه التسريبات؟ هو هناك من يقول أن هناك صراع ما بين مصر وما بين الجزائر، والجزائر هي الأبقى لنا، هي جارتنا، هي معناها التاريخ نتاعنا مع بعضنا، هي الشعوب تحب بعضها حبا كبيرا، ورأينا هذا في كأس العرب كم نحب بعضنا، هذه الشعوب مع بعضها. وبالتالي أنه علاش مصر بعد أن كانت الفاعلة بالنسبة للتسريبات هذه هي المخططة، ونحن نعرف هذا الانقلاب الذي ضد الثورات وضد الشعوب التي تتطلع إلى الديمقراطية والحرية وماذا فعل بشعبه، أنه في نفس الوقت يقول لك ربما أنه هذه خرجت التسريبات عن طريق مصر، وفي نفس الوقت أنه اللاعبين التوانسة الحاليين سياسيا ومخابراتيا ربما سيغيرهم السيسي، ربما لأنهم ليسوا معناها بفاعلين في المجتمع، ثار عليهم شعبهم كذا كذا، الله أعلم، لكن أنه سيغيرون قريبا لاعبين آخرين، لكن نقول له هيات الشعب استفاق بعد 25 معناه عندما ظهر الانقلاب والانقلاب وزبانيته، فلن يغفر لأحد انقلب على الشرعية وعلى الثورة وعلى الديمقراطية وعلى العيش الكريم في هذا البلد الذي نريد أن نعيش بأمان في بين معناها كل جهاتنا، ولا فرق بين هذا وذاك، إلا أننا نسكن نفس الخريطة ونحبها حبا جما ولا نستطيع أن نخونها.
وبالتالي يا سادة بقينا في الأسئلة، وأنا أقول لماذا لم يشرفونا الإعلاميين والقنوات والإذاعات الأخرى التي أردناها أن تكون معنا؟ ألف سؤال أمامي ولكم ألف تحية. نشكركم ونشكر الحضور اللي جانا اليوم وشرفنا بتأثيث الندوة الصحفية هذه. فقط نحب ننوه بأمر قاعد يحدث الآن في المحكمة الابتدائية بتونس، وهو إحالة جملة من الشباب اللي كان معتصم يوم الأحد بشارع حبيب بورقيبة بعد الشكاية التي تقدمت بها النقابات الأمنية، وهم كلهم من أحمد عوينات، محمد أمين بن فرج، الهادي الخليفي، عز الدين الشابي، شهاب الماطري، بالقاسم الحرزي. هذوما محالين توا لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. من هذا المنبر أدعو كل الشرفاء من المحامين الالتحاق بهم ومد يد المساعدة لرفع هذه المظلمة عليهم، ونجدد شكري لكم وشكري لجميع الحضور وشكري لجميع المستمعين لتأثيث هذه الندوة، وإن شاء الله الندوة الجاية يكونوا فيها نواب ائتلاف الكرامة المعتقلين حضور هما فيها ويأثوا هما الندوة من مكان هذايا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.